المسيرة كانت في كل سنة تكون احتفالية بما حققت الطفل الصغيرة، ولكن مع الأسف أنه اليوم في مسيرة احتجاجية ضد السياسة الحكومية الخيرية لهذا الشعب، والشعب كله يعرف ذلك، والوحدات النقابية ديال المركزيات النقابية تبين ذلك. ولا جديد، جلسنا مع السيد رئيس الحكومة لم يأتي بجديد ولا بديل ولا زيادة، هو وحلفائه، ولهذا تنقولوا بأنه في احتقان اجتماعي، خاص لابد من رئيس الحكومة في آخر ولايته تبقى هاد الأربع شهور أن يحل قضية طبقة العمل. مطالب عديدة في إطار التوازن، مع الزيادة في الأجور، الزيادة في الأجور مع ارتفاع الأسعار، مقابل ذلك قضايا ديال سن التقاعد اللي بغاو يخرجوا يفكروا، والموظف الذي عمل لمدة 40 سنة أن يبقى في 8 سنوات الأخيرة، لا تنقولوا سنتين، تنقولوا على أنه راه في إطار التقاعد. الإدارة الدولة تخلص جزئين، حنا خلصوا جزء واحد، حنا لا نتعرض، وصندوق التقاعد راه ما عنده شيء، ما عندوش قضية ديال الإفلاس، راه حنا عندنا أطور موظفين في صندوق التقاعد اللي لا يوحون لنا بذلك، تيهم صندوق فيه وجود ومتواجد وفيه مالية كبيرة، وأن لا يكون هذا على حساب دولة. شكراً.